مرحبا، شلونكم؟ شخباركم؟ لما احنا نفكر نقول العظم شنو يحتاج عشان يترمم ويصير اقوى، ولا تنسى هالشي، الشخص كل ما يكبر بالعمر يصير البناء عنده بطيء والهدم سريع. زين، نبي البناء يصير اسرع ونوقف شوي الهدم، شنو نسوي؟ اول شغلة دائما ناكل كبريت. الكبريت مهم حق المفاصل. شو يسوي الكبريت؟ يوصل الاكسجين. لما يصير احتكاك الكبريت يقذي العظم اكثر. الكبريت موجود بالخضروات الصليبية، بالبروكلي، أي شيء ملفوف على بعضه أكله فيه كبريت. زائد شنو يحتاج؟ يحتاج السيليكا. إذا كانت السيليكا عالية والكالسيوم قليل في بناء، ولكن إذا كانت السيليكا قليلة والكالسيوم عالي ما راح يصير بناء. زين، نقدر ناخذ السيليكا مثلا كمكمل أو سائل، والسيليكا موجودة بالعيش بس ولكن بنسب بسيطة. وأيضا ناخذ فيتامين دال. فيتامين دال شنو يسوي؟ وهو اللي يطلع الكالسيوم، يطلعه بالدم. زين، من ياخذ الكالسيوم يوديه حق العظم؟ K2. وايضا العظم 70% يا جماعه يحتوي على الكولاجين. يعني شو نسوي؟ ولا ننسى اذا كبرنا الكولاجين يقل، ناخذ الكولاجين. ولكن على اساس ناخذ الكولاجين لازم ناخذه كولاجين بيبتايد ميكس. شنو بيبتايد؟ يعني سريع الامتصاص، واهم شيء تكون عندك امعاء وايد زينه. وايضا شنو ناخذ؟ الاوميجا 3. شو يسوي الاوميجا 3؟ وايد نسمع الحق رياضي، يشيل الالتهاب من المفاصل، بعدها امورك تصير 100%. خلصنا حق العظام. نتكلم عن طقطقة المفاصل. في ناس تقول دير بالك لا تطق، والله العظيم مو زين. في ناس عادي طقطق اصابعك، طقطق ركبك. الحين نطقطق ولا ما نطقطق؟ احترنا صح، احترتك. اول شيء خلنا نفهم الطقطقة شلون تصير هي. وانا اقول لك سهل جدا شلون يطلع الصوت، طقطق طقطق. شلون؟ سهل جدا. شفت اصبعي؟ بين مفصل ومفصل في سائل، هذا الله سبحانه وتعالى مخليه. يعني هذا مفصل وهذا مفصل، هني في سائل. المفاصل نفسهم اذا وخروا عن بعض السائل يتمدد، واضح؟ مفصل مفصل في سائل بالنص، السائل يتمدد. السائل كل ما يتمدد يسوي فقاعات، خلصنا. يعني لحظه، هذا مفصل وهذا مفصل، وخروا عن بعض يصير هني سائل يتمدد فتنتج فقاعات. فاحنا شو نسوي؟ احنا لما نطق الاصبع، شوف في صوت، هذا صوت الفقاعات. لما نطقهم الفقاعات شنو؟ راح ينفشون وتسمع الصوت، وبعدها المفاصل يردون مع بحف. كذي يعني، حلو. زين، متى اطق ومتى ما اطق؟ اذا اثناء الطقه ما تحس بالم امورك طيب، طقطق يبقى مني لباكر، بس عاد مو تعمد كل شوي طقطق. حلو، الحين انا مثلا طقيت اصابعي، اوكي طقيت اصابعي خلصت. متى اقدر اطقهم؟ يمكن بعد ربع ساعه. انطر متى السائل يتمدد ثاني مره. زين، امورك طيبه اثناء تطقطق ما في الم عادي، ولكن من اللي المفروض ما يطقطق؟ اللي اذا طقطق مفاصله، ركب ايده، هني في الم، هني معناتها قاعد تسوي التهاب، وقاعد تزيد الالتهاب اكثر، ويمكن تسوي خشونه. عرفنا من اللي طق وما يطق، قاعد طقطق في الم، لا انت بالذات لا تطقطق، الله يخليك. لا والله قاعد طقطق ما في الم، عادي. بس ولكن لا تصير عاده عندك، يعني عشان شي تلاحظون الرياضيين قبل لا يلعبون فايت او هوشه كذي طقطقون اصابعهم. ليش؟ لانه اذا ما طقطق اثناء اللعب عادي يكون المفصل مثلا يوخر واحد فوق الثاني، فيأمن على جسمه ان المفاصل كلها متمرنة.